السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أعلمكم أنه نبات مرات تشوفه مزروع شيء، فهو أول طريقة لازم أنت تسويها لازم تستخرج هذا النبات. هذا النبات حكم أنه يستخرج الحبوب مالته عن طريق أنه إيده يعني يمسك هيج ويدفع بالأظفر حتى يفتح هذا الشيء. بس شنو، انا اكتشفت انه هاي طريقة باليوتيوب مسويها حقيقة طريقة غير مجدية. ليش؟ لان انت من تسوي يعني تفتح هيج بيديك ظل تتجرح اليدين مالتك، يعني هيج تسوي لحد ما تبقى تتجرح يدين مالتك حتى ان يظفر مالتي من جوا انجرح زين. بس اكو طريقة افضل، اللي هي انه انت بالسكينة بكل سهولة تطلع هاي البذور مالته. هنا ثاني صور، هنا انا يعني بدال ما هيج بيدي يعني هيج قبل تطلع الحب مالتها، هاي الحبوب انت تطلع مال الخروع. هاي الخروع خلي اللي ما يعرفه مثلا قبل او شي، هذا الحبوب مالته تكون شلون تقريبا حبوب القهوة. هو بالبداية بهالشكل، نفتحه هنا بالسكينة، سكينة ايش قد اسهل. فانا لاحظت باليوتيوب اللي يفتحون بايديهم زين. انت من تفتحه بايدك ايديك يا تتجرح يا الاظفر مالك يتأذى. حاليا بعد مدة 3 أيام خليها 10. للأسف في الكمية اللي عندي قليلة، يعني هو شقد كمية أكثر شقد زين. بس هو هذا هم راح أشوفك النبتة بنهاية الفيديو، إنه هو هذا أصلا من يطلع يعني الحبات ماله كمياته قليلة ما يطلع هواي، يعني هو مو مثلا أشجار البقية. هذا زيت الخروع، حتى الداج ماله يعني تلقى شوش حيل قدوتها تلقاها مثلا بالدينار. فهاي بعد 3 أيام تحس انه ايش مثل تمسك مثل عبالك دهين تمام. هو الغاية انه هذا الابيض مالته هم يعني يصير تقريبا نفس الاسود. شوف الاسود شلون الحلو بالاسود حق هذا الزيت مالته، يعني تحس بيه. بس ايش راح نسوي؟ جبنا هاون وجبنا علاقة، خلي داخل العلاقة ترجع تضغطه. بس راح نشوف الطريقة. شوف هسه راح اشوفك اياه شلون راح يصير شلون يعني هذا اللي يشوفه ياكله، يعني عبالة جوز الهند او شوف شنو. شوف هذا هيك يصير لونه، شفت شلون؟ لان هو هذا ترى النبات في شغله كلش خطره، انه هو هذا سام. يعني هسه انا راح ادوس على هاي السوده، شوف شوف تبدي تحس بيها بعد الضغط، تحس انه هيج مثل زيت بيها. هي عليه زيت، تحس حتى يدك تصير زين. لو العلم هذا سام، ذاك اليوم شوف الطفل يريد هم ياكل من هذا، ومع العلم مو مستوي. فرحت قبل صحت عليه، يا ولد دير بالك ترى هذا يقتلك، بالذات على الاطفال يعني خطر شديد. الرجل البالغ يعني مو هالقد، مجرد يصير عنده تسمم بسيط. فهو هذا زيت الخروع، يعني اللي عنده نبتة شي لازم يكون حذر جدا جدا، يعني هذا جدا سام. يعني ليش اخلي علاقة؟ اقدر اضربها قبل بالهاون، بس السبب حتى لا يجي مثلا اهل او احد يجي يستخدم هذا الهاون بدون مثلا ينسى انه يغسله او شي. واني مثلا مستخدمة بهذا الشيء،
يعني اللي هو باستخراج زيت الخروع، فيبدي ينظر الشخص المقابل ويصير عنده تسمم ليش أو شيء والله يعلم من السمم به. فأنت إيش تسويه لازم تكون حذر، يعني أنا اليوم أكون حذر شغلي أكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من عمل عملا فأتقنه. هاي بعد ما بدينا نفتح العلاقة شوف شكل ايش المسير غالك، شوف جو زند او شي، اذا عندك اطفال شي فكون حذر. يعني انا بصراحة سويت من باب التجربة فحنشوف نتيجتها. السؤال هنا يقول انت شقد لازم تخلي مي؟ انت تخلي مي حسب الكمية اللي عندك اياها، وش قد ما يكون مي قليل ايش قد احسن، هو ما يأثر يعني كثرة المي او قليل، هي بالنهاية الكمية راح تطلع لك. بس انت حاول دائما تستخدم فنجانة صغيرة اذا عندك كمية قليلة، تخلي مي تقريبا يعني يكون ضعف، يكون تقريبا فد. اذا انت خليت كمية نفس اللي عندي خلي تقريبا هيج 4 سنتيمات مي، اذا انت خليت كمية مثلا سطل هيج مليان كله مثلا هذا من هذا النبات، لا تبدي تستخدم انجانة اكبر، مي ايضا تخلي ضعف، يعني كل شيء مضاعف، بس هو قد مي قليل ايش قد احسن. الطريقة تمسك المكانات مثلا اللي هي العلاقة، حاول تنكت قدر الامكان، طلع لك عاد كمية انت خليها. بدأ يفور فوران قوي، شوف 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 هذا هو في انطش شلون من يقلون كبوا الريحة مالها كلش قوية. الزيت ايا كان دائما الزيت يصير اخف من الماي، يعني بهذا القلاص شوف الزيت يصعد لي فوق، انا تحكي عليه حركته شوفه بطيئة وبيها نوع من اللزوجة، بس هو الكتلة ماله والكثافة ماله اخف كثير من الماي. شوف الماي وين ينزل، هو تصوير واضح لو لا يمدي هذا، شوف مثلا جزيئات الماي تنزل لي جوا حتى البذور، بس جزيئات الزيت اللي هي هاي مو هذا اللي تخلي للشمس. شوف سنت بأول فيديو كنت قلتوا انه اني حطيت حيل ماي زايد، شوف هذا الماي ايش قد بقى من عنده، ليش يبدي الزيت يفصل عن الماي، هذا الماي يبدي ما كله يروح، يعني جزء كبير من عنده يتبخر، قالك الزيت هذا شو تحت عليه فيقل، شوف شوف انتهى يعني. شوف هسه انا راح احاول اخلي او انتم يعني هذا، ها شوف شوف راح عليه، شوف الزيت ينزل بسرعة نفس هذا، ما يحتاج استخدمه، راح استخدمه بعد شوية. شوف احاول بس اشوف هذا صح، شلون الزيت شكله فيديو اريد ان اوضحه بهذا الفيديو. يجيك شخص يقول لك زيت الخروع 100% هذا يكسب عليك 90%، لان ماكو زيت خروع حسب تجربتي اللي انا جربتها انه هو يطلع لك 100%، هو يطلع ممكن 70% 80%، بس ماكو زيت خروع يطلع عندك 100%، لان هو ما طلع يستخدم زيت وماي، ما يقدر يفصل فصل جيد خلال ان يطلع زيت وماي. شوف هسه انا راح احاول افصل
يعني اكثر شيء اقدر عليه. راح افصل بكاسة، ما راح افصل قلاص، بعدين افرغ للقلاص. هذا شكل الزيت تحكي عليه، شوف 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 شوف، سبحان الله قبل ينزل هو بسرعة. الماي لا، كثافته اقوى، راح يبقى بالجزء الاسفل من الجسم من هذا. شوف شوف يا حبيبي، شوف زيت كبر نزل بسرعة. أما هذا تجي عليه تبابو عليه زين، شوف الفوق إذا أكو زيت معناتها بعد أكو، تنزل هيج أنت ديما تحس الزيت بدأ يخلص عندك، تبدأ البذور تنزل لي جوا يفصل، تبي تمسك هذا تلقى الزيت صافي. هذا انت طلعت تقريبا 80%، يبقى 20% هم يجوز يطخ بيه مي. ترجع تشوف اكو شوية زيت بالاسفل، تحاول ايضا تنزل بعض القليل من عنده. شوف هذا اضبط كمية صفي، يبقى لك من هذا افتحي عليه، هذا تقريبا 20%، 20% هذا مي، يعني حتى استخدامه اذا خليته، اذا ما خليته ما ضحك عليه مي، ما بيقطر قطرازت ما مثل هذا. هذا تبرجي تخلي شو اسمه مصفي، ترجع بالمصفي تحاول تفرغ سريع هذا الشكل، والزيت تحك عليه حتى إذا نزل ما ينزل لك نزلة قوية عليه، نزل على كيف نزل بالمصفي. أنت بالمصفي تقدر تعرف دقة شغلك، الآن طلع الشغل زين لو مش بالمصفي، يطلع عندك دقة عملك. ليش؟ يعني بالمصفي من يشوف المصفي ينزل على كيف، هذا ينزل بصورة جيدة، من المصفي ينزل بسرعة، لا هذا شغلك معناته يراد الإعادة. ورا ما تكمل تجي هنا شوف، شوف الزيت بهذا الشكل، دخليه الضوء أمين. يبقى عندك طريقتين، تمسك هذا تمسك هذا، من هذا تسلط عليه الضوء تحس المكان اللي وراه يطلع، يعني الضوء قابل انه يخترقه. شلون مي من اخترقه؟ يعني هذا مي، تجيب زيت وتخليه يبدي الجهة الثانية بتدي ما تبين، اعرف انه هذا الزيت مالك انت طلعته اصلا. اما هذا كمية المي شلون تعرف من تخلي المي يعبر على ذيك الجهة، وتحس الضوء بعده قوي. من تجي هنا تخلي الضوء، لا الضوء باعتبار عبالك دنقة سوداء، اعرف هذا لا هذا زيت 100%.